مرحبا أصدقائي، اليوم بهيدا الفيديو رح نشوف طرق مختلفة وسهلة جدا حصلت عليها من الانترنت لحتى لي نمسك بالفيران. خليكم معي لحتى لي نشوف كيف بالنهاية قدرت أمسك هيدا الفأر اللي عذبني كتير. ما تنسوا تعطوني أحلى لايك ويلا نبلش. وهيك للطريقة الأولى، أنا بحاجة لعلبة المشروب الغازي هيدي. باستخدام الدريل بفتح فيها ثقب من وسط الراس ووسط الكعب لحتى لي اقدر فوت فيها بعد شوي عودة الحديد. بما انه على الراس ما قدرت احصل على ثقب دائري، رح لزق عليه هيدا الرونديل الحديدي لحتى لي احصل على دوران للعلبة بشكل جيد. الحديد بتعجع على قياس السطل لحتى لي تقعد وما تتحرك، وفيني لزقها كمان. وهيك خلص بحط السطل مكان احتمالية وجود الفئران وبنتظر. الفكرة هي انه عندما يطلع الفأر لحتى لي ياكل من الاكل اللي لزقت له اياه على العلبة يتزحلق وتبرم فيه العلبة ويقع بالسطل. خلينا نشوف النتيجة. طيب رح جرب الطريقة الثانية. بجيب كرتونة وبرسم عليها دائرة كبيرة، وباستخدام المقص بفرغها وبعطيها هيدا الشكل. بدخل بالكرتونة من الوسط عود الخشب هيدا وبحطها على السطل. لحتى لي اضمن عدم تحركها رح لزق هودي العزق لحتى لي تفتح وتسكر من دون ما تتحرك من مطرحها. بجيب مسمار حديد او اي شيء لحتى لي تقل الميل لخارج السطل لحتى لي يصير في توازن، وبحط عود الخشب هيدا لحتى لي ما تفتح الكرتونة للآخر. لحتى لي ما ضيع وقت رح أعمل الطريقة الثالثة وبحطهم مع بعضهم وشوف الفأرة شو رح تختار. هيدي الفكرة ببساطة هي عبارة عن علبتين، وحدة صغيرة ووحدة كبيرة، بحطهم فوق بعضهم بهيدا الشكل. مجرد الفأرة ما تفوت لحتى لي تاكل رح بتسكر عليها. خلينا نشوف شو النتيجة. وهيك هيدا كان كل شيء. الفأرة رجعت لمكانها اللي لازم تكون فيه، وانا رح روح صور لكم فيديوهات اكتر. اذا عجبكم هيدا الفيديو اعطوني احلى لايك، وبشوفكم بفيديوهات جديدة.